Good morning students, how are you? كيف حالكم يا سابع؟ We will talk about page number 62. افتحوا كتابكم صفحة 62, focus and attention. Yes. في عنا هنا we write it up في صفحة 62. Number 1. If the word ends in a silent E, drop the E and end the ING. أوكي، إذا الكلمة انتهت بالحرف الصامت E فإيش؟ نسقط حرف الـ E ونضيف ING. For example, dive انتهت بحرف الـ E. أوكي، صارت diving. glide انتهت بحرف الـ E، سقطنا حرف الـ E وضفنا ING فصارت gliding. ride riding. أوكي، number 2. If the word is a CVC word with a short vowel sound, the last letter it doubled before adding an ing. Okay, إذا الكلمة هي عبارة عن CVC. شو يعني CVC؟ CVC يعني هاي C consonant يعني حرف ساكن. V يعني vowel حرف علة و C اللي هون consonant. فإذا مثلا زي مثلا كلمة swim شايفين؟ الحرف الأخير هون حرف الM هو consonant يعني حرف ساكن. الاي هنا حرف علة، اوكي، والدبليو هنا حرف ساكن، فصار عندنا هنا زي سي في سي. اوكي، في هاي الحالة انا بضاعف الحرف الاخير وبضيف اي ان جي. swim swimming, drip dripping. اوكي، في عندنا هون exercise for each of the words below, add اي ان جي. some will need spelling changes, some will not. swim ضفنا لها، عملنا الدبل للحرف الام وضفنا اي ان جي، لانه ليش؟ لانه انتهى بحرف ساكن يسبقه حرف عله، والحرف العله سبق كمان حرف ساكن فسميناه سي في سي. جلايد شو بتصير؟ طبعا نفس الشيء جلايدنج. طبعا شو بنعمل احنا؟ بتصير ايش؟ جلايد بتصير جلاي، سقطنا حرف الاي وضفنا اي ان جي. هوب شو بتصير؟ نيجي لكلمة هوب، انتهت بحرف ساكن يسبقه حرف علة، في هاي الحالة أنا بدي أضعف الحرف الأخير، زي مثلا شوب ستوب شوبينج، نضعف الحرف الأخير نعمل دبل ونضيف اي ان جي. سكيت سكيتينج، نشطب الحرف الأخير وبنضيف اي ان جي بصير سكيتينج. طيب ننتقل إلى باقي الكلمات. طيب عندنا كلمة روينج، طوالي هاي بنضيف، هاي طوالي بنضيف اي ان جي. طيب ليش؟ لأنه W إذا انتهت ب حرف W والاكس، أي كلمة الاكس، انه اذا انتهت الكلمة بحرف W او X ما منضعف الحرف، ما منضعف هذا الحرف. اوكي، طوالي بضيف ING. watch watching. plan برضه نفس الاشي، منضعف الحرف الاخير بصير planning. سيرفينج بتصير طوالي اي ان جي، زبطها غير ما سكيينج. ميكينج ضفنا، شطبنا الحرف الاخير وضفنا اي ان جي، بس انه هاي ننتبه عليها كثير منيح. رو اللي انتهت بحرف دبليو، احنا حكينا الكلمه لما تنتهي بحرف الدبليو بسبقه حرف علة ما بضعف هذا الحرف، أو إكس ما بضعفه. أوكي، يعطيكم ألف عافية يا سابع.